صفين بأورخ كال. بالإضافة إلى المفقدين ضباط يخسروا شيء اثنان آخر قليل أصيب، ويتسومن دخلوا في قوات دبابات تصفيق. للمنطقة عناصر وخرجوا منها تصفيق من نفجعوا أجل بفلات من مراقبة. طانك شهم يخوت لتانك. أصيبوا لوزامي جراء ومفقدي تفجير خطيبة 401 عبوة نلسمين خارج بأعظم أيام الدجون الدبابة. للملحمة وهובילו تكنيسان الكتيبة لتسعين أرامية واحد رصوة تقاتل من اليوم الأول في وامشيخوا جباليا من لرفيح الدخول، وكايت لجباليا. استمروا نحو رفح أخ والآن سيا نحو كتين جباليا. مستين مفقد ولוחם إحسان كان צנחנים ضابط ممتاز ששירת בשורה של وضابط תפקידי לחימה בשריון. مقدر، خدم في מוגדר عدد כצל"ש من אמיר المناصب وجبورته بمלחמת القيادية، لبنان الشنيعة وحصل كاشر على خلت وسام مخسومين قائد لواء تحت أوش الشمال خلال حرب عام ب 7 2006 بأكتوبر وقفز بعد أن للمدنيين أنقذ يشار للحمام عدد من بدروب الجنود في وغاز ملحمة. 2007. في كيبلوا 7 من تفقيد أكتوبر الرتبة مباشرة 401 توجه بمخيم أرباع للحرب، مقدشين حصل على وفقدت قيادة لخيمة مقدم الكتيب 16 401 قبل بمخيم عدة أشهر، كنسلوه لتفقيد وبيكد على خطرها بأخطر مباشرة بعد مخيم دخل دخوله لرفح ووביל את كيبوب وبدأ في المنطقة القتال بخسرון مباشرة مخابلين رابين وقاد ما شككل نيره تطويق منع منطقة رفح، اتخطيطو של سينوار עד שחוסל والذي منع على ما يبدو منع كاشر هرب ממשיך להוביל السلوار את من הקרב المنطقة، בג'באליה בו ממשיך واستمر الأخ في الكتيبة قيادة المعارك في جباليا أخسان ألاخ حيث دروش شكوش تستمر الكتيب هناك بالقتال. بالفعل بدأ الموביל את توجه المقدم في على رأس القوة أخسان دروش وتوجه 401 وقتل وهو يقود هتير أخاه قوته، وإشاه وثلاثة ילדים يبلغ من وشاب العمر أخوه 41 نصير عاما. بصورة مرة لمشبختو של أخسان بداليا ممثلو الجيش أخبروا عائلته אנחנו משתתפים بتطورات בצערה של الأمور، המשפחה בשעות הקשות האלה. نشاطر على عائلة حزنها הערב وسنكمل قبلنا פעם وسنرافقها. نصفت تذكرة كاشا اليوم بمخيرة של ملحمة تلقينا تذكيرا مرة أخرى ואנחנו حول الثمن מצדיעים الباهظ للحرب. للنصرين ومشبختهم הנושאים بكئاب את האובדן نوجه تحياتنا ونعسى كل للقتلى شنقدر لتحقيق وعائلاتهم الحقيقة ونشاركهم ونقوم الأسى والحزن. بليווי ותמיכה. مفقدي كتيبة سنستمر في 401 مساندة لمرافقتنا. يمشيخوا ليلخم قيادات ومובילים كتيبة كائد 401 ومرفق ستواصل بأجر. القتال بتفكيدو ويقودون של أخسن القتال يمتلي الآن كممالي في مكوم جباليا. ألف مشنة مير بيدرمان تم ששירת בחודשים האחרונים اختيار كخيار مفقد أوגדה ليبرمان 168 مكان دقسة الذي كان ביממה خدم في الوحدة האחרונה قبلهم. نورو عشرات خلال شبابيك اليوم لعبر الأخير جبهة الصفون كان وفي هنالك مسبح عشرات دقوق الصواريخ التي أطلقت على مفيد بلدة أزهرات بينوي إسرائيل. مقدمة لتوشبي لبنان ببيروت وبمكومات نصفين ليتمون وجهنا العديد من للأتارين الإنذارات المشمشين لسكان جنوب لمينون لبنان بيروت والعديد من لتوأم الأماكن של في داخل حزب لبنان لإخلائها أنا مدجيش كان جراء تواجد ميليشيا نشاطات لحزب بسيس الله في صاروخ المنطقة. لأتارين كل من يتواجد ومشمشين بالقرب من لمينون هذه بيروت الأماكن لتوأم של حزب التي الله يستخدمها حزب وندراش الله في لغيرهم بالإخلاء نشاطه بمياد. يطلب نحن منه نتقف مسبح الإخلاء رعاة فورا شبه الطاووس والابتعاد، بالشعات سوف القادمة نهاجم عدد ومطرات كبير من نصفون لامشيخ الأهداف على خلال الأرض الساعات القادمة بالأيام القروبين وأهداف أخرى خلال لسوف الليل. كيصاد إيران خلال الأيام تمول ات بيلوت الترور من القادمة سوف حزبالله نكشف كيف إيران بامصاريم تمول بامصاروت شيموش نشاطات بموسدوت حزب الله اخرين من خلال اجودوت وعموتوت استخدام كمخزون مؤسسات لبيلوت مدنية ترور. نحن نتقف اوتام بمهار جمعيات غطاء خلايا للإرهاب. سوف ونأكد نهاجمها خلال كيصات الليلة الردفة بامشيخ هيرمون القروبين وسنبلغ سنبلغكم شيرين. على التطورات خلال الأيام ניצב القادمة. لطفي شركة أسئلة 12 شאלה בנוגע القناة الثانية לתוכנית عشرة לרדיפה באיראן. האם התוכנית בעצם بما לתקיפת איראן يتعلق في מתעכבת الهجمات על على ידי إيران؟ חכם הפנטגון هل والتقنيات الإسرائيلية الهجمة والتعليمات الأمريكية؟ ביקשתם מסברים על تتأخر התוכנית هنا. بسبب האם קורה דבר כזה تحذيرات البنتاغون שראש والنشر؟ ממשל מדליף פרטים מבצעיים وكيف من إسرائيل يمكن أن هذا ويشير النشر أن لتهديدات يتم؟ لدينا خطط لتكيفة بكل مكان شيش للهجوم نجدو يومين في كل مزيد أخرى مكان نجد مدينة إسرائيل. في الشرق كان الأوسط على يمكن الأقل أن أسبوع يشكل وأسبوع هددا أسبوعين تهديدا على وأسبوع إسرائيل. لفرق. أنحن من هنا من مستعدون هذه لتناقش المنصة ليس الأمر المكان الإسرائيلي والمدني للشرح مع والتوضيح، الاحتلال قدمنا الإسرائيلي وراس مخططات أنحن للمستوى نفعل السياسي وسوف متى شنخون نعمل لتكون أين ما مستعدين يطلب مننا وأين لأي وكيف سيناريو של أرتشيت يلائمنا. أخرين بصال بخصوص أمريكي الولايات كبير المتحدة بمركز أمريكي والجيش، نحن نعمل مركزي مؤد مقابل سفير قيادة لواء المركز في مؤد الجيش ديسكريتين الأمريكي مؤدي القوات بطريقة الأخرى سرية وفعالين بأوفن ومهنية مسلسل على لتكشيف مدار كل الصورة الحرب، العميقة ونعمل وبأوفن مزيد وسوف من نستمر الآثار بهذا نحن نتخلص لشيلة شلخة. ولن نتطرق لما سيحصل من على هذه المنصة. كان 11 את המסמך قناة ששלחתם كان בשעה 2:58 בליל 7 באוקטובר، גם צה"ל וגם המשטרה הוטבו نشرنا ما ولא تم نصفوا قبل تقديم الشباك الذي نشره حول في السابع من أكتوبر. لم أتابع كل ما نشر في الإعلام قبل التصريح هذا، لكني أعرف أن قسم من التحقيقات التي لم تنتهي بعد حول الوثائق والإنذارات
التي نشرت الاستخبارات العسكرية والشباك وكل الأمور التي سبقت ليلة 7 أكتوبر. سوف ننتهي من التحقيقات والتزمنا بهذا، سوف ننشرها الآن. نحن نتركز في القتال في لبنان وفي غزة وننظر نحو ما تهديدات أخرى في الشرق الأوسط ونعد لها العدة والمخططات. الآن نتركز عميقا جدا في القتال، نجري تحقيقات، سننتهي من التحقيقات وسوف نطلع الجمهور عليها بكل وضوح خلال تلك الليلة التي سبقت 7 أكتوبر. سوف نكشف أيضا. قناة سروجيم 3 أيام قبل عيد الحرش، لكن أعداد من القادة الذين مسؤولين على عما حصل في 7 أكتوبر لم يستقيلوا بعد، لا أخذ على اعتقال المسؤولية. قائد الأركان يأخذ على عاتقه المسؤولية ويقود المعارك، وأيضا الضباط الآخرين يقودون القتال، والنتائج تتحدث عن نفسها. وقيادة الجنوب وقضاء على السنوار وقيادة الحرب وإدارتها والجهود في الشمال أيضا تتحدث عن نفسها. الآن نحن نتركز في القتال، لا يوجد شك أن نحن سيتطلب مننا بخصوص المسؤولية وتنفيذ قصتنا في موضوع